خلال زيارته الرعوية الأولى لمعين بمحافظة مادبا، ترأس سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك بمعاونة الأب معين الحلو راعي الكنيسة وعدد من الأباء الكهنة بمشاركة جموع المؤمنين وأبناء الرعية. وفي بداية القداس منح سيادته رتبة الشماس القارئ لطاهر حدادين ليكون خادما للكنيسة والرعية وسط فرح وبهجة ذويه ومحبيه. وها أنتم اليوم في ماعين يا صاحب السيادة، كأجمل تعبير عن استجابة الله تعالى لصلواتنا وأدعيتنا وابتهالاتنا. فماعين ممعنة في الأصالة ومغرقة في التراث الإنساني الحضاري والديني. وها نحن اليوم في ماعين نقدم لكم يا صاحب السيادة أجمل التهاني وأعطر التبريكات بمناسبة تعيينكم رئيس أساقفة على كرسي أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، شاكرين لكم عطفكم الأبوي وزيارتكم الكريمة، وسائلين الرب الإله الذي دعاكم إلى هذه المسؤوليات الجسام أن يرافق دربكم ويرعاكم ويسدد على طريق الرشد خطاكم بنعمة الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. وخلال حفل الترحيب ولقائه أبناء الرعية أشاد سيادته بجهود القائمين على الكنيسة ورعيتها في معين ومختلف مناطق المحافظة، لافتا إلى أن معين شاهدة على انطلاق أول أسقف في الأردن قبل نحو 100 عام وهو المطران بولس سلمان، ووعد الحاضرين بعد الاستماع لأحوالهم بإقامة مركز للشبيبة بعد ترميم المباني وتحديث المرافق التابعة للكنيسة من أجل أن تكون معين منطلقاً للأنشطة الدينية والروحية والترفيهية المختلفة، مشيداً سيادته في حديثه مع أبناء المنطقة براعي الكنيسة الأب معين الحلو ومجلس الرعية والفعاليات الرعوية المختلفة من أبناء المجتمع المحلي.